لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة بغداد السيد مناف الموسوي وهو محلل سياسي. سيد مناف مرحبا بك في حصادنا. ما الذي سيحدث الآن بعد هذه الجلسة الاستثنائية وهذه القرارات التي يعني ما بين يعني عادة الفرز اليدوي وما بين المشككين في دستورية هذه الجلسة الاستثنائية؟ سيدي العزيز في الود ان احييك واحيي زميلتك السيده سؤداد وجميع متابعي ومشاهدي قناه الفجر. اهلا بك. يعني بالتاكيد ما تحدث به زميل قبل قليل وقال بان يعني العمل بهذه الطريقه التي ربما كانت هي الاولى في العراق بعد مجموعه من التجارب الانتخابيه السابقه تعد سابقه خطيره، هدفها باعتقادي هي استفزاز الشارع الذي ذهب للتغيير وكانت نتائج التغيير واضحة، وبالتالي يعني نحن نخشى أن تكون هذه التصرفات الاستفزازية التي دائما ما تستخدمها الكتل السياسية التي تعمل يعني لصالح مصالحها فقط، وبالتالي يعني نلاحظ كيف تكون لجنة استثنائية لموضوع يخص البرلمانيين الذين لم يستطيعوا الفوز بالانتخابات ضد إرادة الناخب العراقي، بينما هنالك الكثير من القضايا التي تمس حياة المواطن العراقي، تمس سيادة البلد. ولا لن أتحدث طويلا وأذكر يعني قضية سقوط الأراضي بيد داعش وقضية سبايكر واللجنة التي شكلت وأصدرت قراراتها، وربما من أكثر من سنتين لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد، بينما حينما يتعلق الأمر ببعض الأشخاص الذين لم يحصلوا على ثقة المواطن بسبب بسبب ابتعادهم عن المواطنين، بسبب التعامل الذي دائما ما تحاول به هذه الشخصيات الإقطاعيات السياسية أو هذه المكونات التي تريد أن تبرهن أنها هي دائما المسيطرة على القرار وهي من تعمل أو هي من تسيطر على عملية رسم الخارطة السياسية، طبعا هذا الحديث بتأثيرات خارجية، وبالتالي يعني أنا لست ضد محاسبة الفاسدين ولست ضد محاسبة من تلاعب بأصوات القرارات يعني الراحية. إلى أين ستذهب؟ يعني الكفة الدستور نعم الكفة إلى من يعني كفة من سترجع؟ يعني هو لحد الآن القانون يعني أتموه الإخوان بشكل جيد حسب مقاساتهم، كما يعني كما كان نفس الوضعية، يعني أيضا كان هنالك اعتراض على تشكيل هذه المفوضية وكانت هنالك تظاهرات مليونية، ولكن بالنتيجة أصرت هذه المكونات على إنتاج هذه المفوضية، وكان القرار من البداية هو أن تكون مجموعة من القضاة الثقات الذين لديهم خبرة بهذا المجال لتولي هذا الأمر. رفض نفس الكتل السياسية الآن التي تريد أن تعاقب هذه المفوضية بعد إجراء هذه الانتخابات، رفضت هذا الموضوع وأصرت على إنتاج هذه المفوضية. الآن ما أنتجته هذه المكونات تريد أن تلغيه. بالنتيجة اليوم هو يعني السادس من حزيران، وبالتالي يعني الوقت ربما يتلاعب عليه البعض في محاولة الإسراع بإصدار الكتاب وإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، سواء وقع صادق رئيس الجمهورية أم لم يصادق، ينتظرون الفترة القانونية كما تحدثوا هم لعودة القرار، وبعد ذلك يحاولوا إعادته مرة ثانية إذا لم يستجب يتم إعلانه في الجريدة خلال هذه الفترة. يعني الآن باقي 24 يوم، خلال هذه الفترة إذا لم يستطع البرلمان أن يحصل على مصادقة رئيس الجمهورية ولم ينشر القرار في الجريدة، يعد القرار غير قانوني وغير ملزم بهذا الشكل، بالتالي ليست له آثار يعني قوية على المفوضية. هذا أولا. المسألة الثانية أيضا الخصماء سواء كانت المفوضية أو البرلمان
من يحكم بهذا الموضوع أو بهذا الأمر المستجد ربما على الخارطة السياسية العراقية من تحكم فيها المحكمة الاتحادية، وبالتالي الجميع ينتظرون هل هذه الجلسة هي جلسة قانونية دستورية لديها، باعتبار أن هذه الجلسة جاءت بعد يعني بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، وبالتالي هؤلاء هم متضررين من هذه النتائج، وبالتالي هل يحق أن يكون يعني الحاكم والمحكوم هو نفسه هو نفس الشخص؟ بالتالي ننتظر قرار المحكمة الاتحادية التي سوف توضح هذا الموضوع وسوف تبينه بشكل واضح. شكرا لك المحلل السياسي سيد مناف الموسوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.